مشاهدينا السلام الله عليكم، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أفاد مصدر من مدينة درنا بقيام طائرة تابعة لمجرم الحرب خليفة حفتر باستهداف منطقة الفتاة دون وقوع أي خسائر بشرية. وحسب المصدر فإن الطائرة قامت أيضا باستهداف العمارات الكورية بالمدخل الغربي للمدينة، ما تسبب في وقوع أضرار مادية بالموقع. يشار إلى أن طائرة تابعة لمجرم الحرب حفتر نفذت خلال الأسابيع الماضية عشرات الغارات الجوية استهدفت من خلالها مواقع مختلفة في أطراف المدينة. وصلت إلى قاعدة ابنين الجوية في بنغازي بعثة مشتركة من الأجهزة الأمنية الإيطالية بالإضافة إلى وزارة الدفاع. صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أكدت الثلاثاء نقلا عن مصدر في الحكومة الإيطالية أن تواجد هذه القوى والتي تتكون من 40 عنصرا من أفراد الجيش والبحرية الإيطالية يأتي في إطار الأعداد لأي عمل مستقبلي يستهدف ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا حسب زعم الحكومة الإيطالية. هذا وأشارت الصحيفة إلى وجود خبراء فرنسيين وبريطانيين برفقة نظرائهم الإيطاليين. كشفت مصادر أعلامية عن بعض الترتيبات التي تجرى في العاصمة الروسية موسكو لزيارة متوقعة لمجرم الحرب خليفة حفتر. وحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم فإن محادثات جرت بين مسؤولين روس مع ممثلين لمجرم الحرب حفتر ناقشت سبل تقديم الدعم لحفتر عن طريق التزويد بالسلاح والدعم السياسي. هذا وأشارت القناة الروسية إلى أن تلك المحادثات امتدت لما وصفتها بالمجالات المهمة للغاية وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة والقضايا الإنسانية والتعاون الأمني. مدد الاتحاد الأوروبي مهمته العسكرية في البحر الأبيض المتوسط المتمثلة في عملية صوفيا لحام آخر. الاتحاد الأوروبي أسند لعملية صوفيا مهام تدريب خفر السواحل الليبية وتنفيذ حظر السلاح المفروض من مجلس الأمن على ليبيا. هذا وأعلنت موغيريني في الثالث عشر من شهر مايو الماضي أن الطواقم البحرية المشاركة في عملية صوفيا ستشرع في تدريب خفر السواحل والقوات البحرية الليبية وتعزيز تبادل المعلومات. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن في شهر أكتوبر من العام الماضي بدء عملية صوفيا العسكرية للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية من ليبيا. وأخيرا، حيث قام عدد من الفنيين بالشركة العامة للكهرباء بإجراء بعض أعمال الصيانة لإرجاع الكهرباء للمناطق التي تم تحريرها من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة. وحسب بعض المصادر فإن الفنيين التابعين للشركة العامة للكهرباء يقومون بصيانة وإصلاح بعض خطوط النقل والأعمدة. يشار إلى أن بعض خطوط النقل والأعمدة تعرضت للتخريب جراء الحرب مع ما يعرف بتنظيم الدولة. ختام الموجز في رعاية الله.